بعد فترة طويلة من السكون والجمود والإخفاقات المتتالية للكرة الطائرة المصرية، قرر مسؤول لجنة الأولمبية المصرية بالتشاور مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإسناد مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة للدكتور سامح حمدي. أجمع مسؤول الأولمبية ووزارة الرياضة على نزاهة واحترافية حمدي لقيادة الطائرة المصرية نحو الصعود والتحليق من جديد، لا سيما وأن لديه تاريخ طويل وكبير وحافل بالإنجازات والبطولات. هو من أشرف على تدريب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بين عامي 78 و80 قبل أن يشغل منصب المدير الإداري لجهاز الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء بين أعوام 94 و99، ثم اختير عضوا بالاتحاد المصري للكرة الطائرة بين أعوام 2004 و2007، كان عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد ومشرفا عاما على المنتخب الوطني الأول للرجال، كما تقلد منصب رئيس لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد خلال نفس الفترة قبل أن يعود لأحضان المارد الأحمر من جديد، وليعمل مشرفا على جهاز الكرة الطائرة من جديد خلال أعوام 2009 وحتى 2013. تبدو مهمة الدكتور سامح حمدي ثقيلة، حيث أنه يسعى لوضع لائحة تليق باتحاد عريق تجاوز إنشاؤه ما يقارب 70 عاما، كما يحلم بوضع خطة طويلة الأمد لعودة الطائرة المصرية للظهور في المحافل الدولية بالشكل اللائق بعدما فشل منتخبنا في الفوز بأمم إفريقيا لمرتين متتاليتين، إضافة إلى عدم الصعود لأولمبياد طوكيو بالرغم من إقامة التصفيات على الأراضي المصرية. تضع أسرة الكرة الطائرة آمالا عريضة على مجلس حمدي المؤقت الذي قبل المهمة في وقت حرج وصعب للغاية، لكنه يمتلك من الخبرات الإدارية ما يجعله قادرا على تخطي هذه الفترة الحرجة. زي ما شفنا قدامنا في التقرير، تقرير مهم جدا، لازم كنا نستضيف رمز كبير جدا في الكرة الطائرة. هو فعلا النهاردة هو رب أسرة الكرة الطائرة، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح حمدي. بصراحة شديدة لازم أقول كلمة، مش عارف أبارك ولا أقول ربنا يكون في عونه، خلينا نسأله لأن هو الوحيد اللي قادر ده. دكتور سامح، منورنا ومشرفنا. الله يخليك، شاكر على الحلقة الجديدة إن شاء الله وتكون كويسة بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. أبارك لحضرتك، أقول لك مبروك ولا أقول لحضرتك ربنا يكون في عونك؟ جاي في وقت حرج جدا في عمر الكرة الطائرة في مصر. هو الحقيقة تقول لي الله يكون في عونك. الله يكون في عونك، يبقى أنا صح من الأول. دي حقيقة، لأن حضرتك لما جيت كمان جاي على خسائر. بكره حضرتك بصراحة شديدة. يا أستاذ خالد، يعني الفترة اللي أنا مسكين دي فيها فترة حرجة بالزبط. بعد وقوع لعبة الكرة الطائرة عموما، بعد فشلنا إن احنا نوصل أولمبياد طوكيو، ودي كانت فرصة جميلة جدا وعظيمة جدا وراحت مننا بطريقة يعني على أرضنا يعني غير أرضنا كمان. احنا دي احنا كنا احنا الفيفوريت، احنا يعني انت كسبان تونس وكسبان، يعني عامل انجازات قبل كده سابقة، كنت لازم توصل لطوكيو. بس طبعا يعني ما اقدرش اقول لك بقى سوء تدريب، سوء إدارة، سوء ايه، ما اقدرش احكم بالظبط لان الظروف كانت مختلفة جدا. يعني دكتور لازم اقول لحضرتك بداية التكليف، من اول التكليف ايه اللي حصل؟ لازم كل الجمهور يعرف بداية تكليف حضرتك بهذه المهمة الشاقة او الصعبه في وقت حرج، ايه اللي حصل في الكواليس؟ هو الحقيقه اللجنه الاولمبيه اتصلت بيا وقالت لي دكتور سامح انت مترشح عشان تكون رئيس اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد، لان هم جالهم جواب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ان لازم يكون في لجنه مؤقته تدير الاتحاد في الفتره اللي جايه. ليه بقى؟ لان يعملوا لائحه، واللائحه دي بتقام عليها الانتخابات، ولازم تكون في لجنه مؤقته. فحضرتك بقيت رئيس اللجنه. كويس. وبالتالي انا قلت لهم انا ما عنديش مانع يعني، ومشينا بقى في الاجراءات ازاي تتكون اللجنه وازاي تتعمل. بصراحه شديد يا دكتور، لما جالك التكليف كنت عايز ترفض ولا عشان ده مصر؟ فلا اكيد كلنا مصر بنضعف يعني. اكيد كان في تردد. كويس. لان لا يخفى على احد ان حاله الكره الطايره المصريه اتدهورت في اخر سنين، يعني من مجلس بيتحل
لمجلس بيتعين، لمجلس تاني بيتحل، لمدير تنفيذي ومدير مالي بيدير الاتحاد، فما كانش فيه استقرار لا اداري ولا فني. يعني ما اقدرش اقول ان الاتحاد النتائج اللي حاصله دي نتيجه صراعات ونتيجه قضايا ونتيجه احكام. فانا يعني ما اقدرش، فكان ده عندي تردد يعني جامد. بس انا زي ما انت قلت كده، انا بصيت الكرة الطائرة المصرية ازاي ترجع تاني لمكانها، بس ده برضو مش مهمتي، لان احنا قاعدين فترة قليلة. يعني احنا مهمتنا ايه المطلوب بالظبط دكتور سليم؟ ايه المطلوب بالظبط؟ يعني دكتور اشرف صبحي اكيد لما قعد مع حضرتك هو والمهندس حطب طلبوا حاجة مهمة او طلبوا نقاط معينة من اللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد برئاسة حضرتك. بالظبط هي ايه القرار بالظبط؟ عمل لائحة اللي هتمشي بيها الاتحاد، لائحه وقوانين اللي هيمشي بيها الاتحاد وهتدير الانتخابات. اللائحه دي بيقام على اساسها الانتخابات، الانتخابات اللي جايه، الانتخابات اللي جايه اللي هي هتفرز. بعد طوكيو؟ نعم بعد طوكيو على طول يا دكتور الانتخابات. بعد طوكيو ما عندك لغايه 31/12 ممكن تعمل. انت عارف اللجنه اللي حضرتك عشان تعمل جمعيه عامية عشان انتخابات لازم بتعلنهم قبلها ب 45 يوم. فيبقى لازم اخر حاجه ممكن يكون في شهر 10، واحنا ممكن تتعمل شهر 10، فهتبقى قدامك فرصه من شهر 10 لغايه نص 11 لو يعني عادي. بس ما نسبقش الاحداث، لان انا عقبال ما تتعمل اللائحه ونشوف الظروف ايه وهنحدد المواعيد ايه المناسبه للناس علشان ان شاء الله نعمل جمعيه قويه. وانا بصراحه سمعت خبر يعني مش عايز اقول لك فرحني قد ايه، يعني اللي هو مجلس النواب خد قرار بان مراكز رعايه شباب مش هتصوت في انتخابات الاتحادات، وده كان قرار اكثر من رائع، لان مراكز رعايه شباب كانت عددها كتير جدا وللاسف ما عندهاش فعلا نشاط فعلي للكره الطايره كلها او للالعاب الجماعيه بصفه عامه خارج كره القدم. بالظبط بالظبط كده. فده قرار سليم 100%، واحنا كنا بنكافح فيه، لان احنا الحقيقه كنا هنلاقي مشكله ان عدد مراكز رعايه شباب كتيره متسجله، دي حقيقة. وانا ما كنتش حابب انها تنزل انتخابات يعني. طب ما هم برضه هيقولوا احنا عندنا فرق وبنعد كوادر عشان برضه ده ممكن يكون مصدر دخل ليهم للمراكز الشباب، فعايزين يصوتوا في الانتخابات. لا دي جميل قوي. في حاجه اسمها مراكز رعايه شباب، مظبوط، يتعمل دوري ليهم، يتعمل بطوله ليهم، يتعمل اتحاد شركات. ما هو اصلا في شركات بدل اتحاد شركات تعمل اتحاد شباب، مراكز رعايه شباب، ودي تكون تبع وزاره الرياضه والشباب. تمام. لان هي الوزاره مختصه بحاجه زي كده، يبقى احسن ان احنا نعمل مراكز رعايه شباب، نعمل لهم دوري لوحده ونعمل، ودول يمدوا بقى الانديه ويمدوا المنتخبات ويمدوا كل الحاجه، نشاطهم هيبان يعني. بصراحه شديده عجبتني في رد حضرتك ان انت بتقول لي ان الدوري الشباب يبقى ليه او مراكز الشباب ليه دوري الوحد مختص بيه، فعشان كده دكتور سامح حمدي طمن مراكز الشباب هم ما يصوتش اي حاجه ان هو يصوت او ما يصوتوش في الانتخابات، لكن التواجد الرياضي ليهم هيكون متواجد على الساحه قريبا جدا. نسيب مراكز الشباب. معلش كلمه بس يا خالد. انا بالعكس انا بنمي واكبر مراكز الشباب. مركز الشباب لما يدخلوا دوري ولحدهم هيبقى لهم تنظيم رائع، هيبقى لهم منافسه قريبه. بالظبط كده، المنافسه هتبين مين اللي شغال ومين اللي مش شغال، ومنهم هيطلعوا اولاد هيوصلوا اكيد لمنتخب مصر اكيد. فبس يعني ما يبقوش موجودين في وسط الاتحاد مع الانديه، لان بيتظلموا مع الانديه الكبيره. الانديه عندها امكانيات كبيره جدا، اما مراكز رعايه الشباب يعني الى حد ما امكانياتها ضعيفه، فيشكروا على اللي بيعملوه، ده مجهود زائد عن طاقتهم ان هم بيوصلوا للنتيجه. توضيح جميل جدا من الدكتور سامح، وضح الامور بالنسبه لمراكز الشباب. لكن خلينا يا دكتور نتكلم على الانديه اللي هي الاساسيه داخل الجمعيه العموميه. الانديه دي النهارده ناس بتقول ان الدوري طويل جدا، 28 نادي، ناس بيقولوا كتير الانديه تلعب مع انديه في عدم تنافس، رايح حكي في الدوري بصفه عامه او في المسابقات المحليه بصفه عامه. هي الحقيقه الدوري بقى كبير قوي، وفي بس خلي بالك ان في درجه اولى وفي درجه ثانيه وفي تصنيف يعني، واحنا 62 نادي مش 28 نادي. 28 نادي في الدرجه الاولى، بكام على الدوري الدرجه الاولى؟ بالظبط. هو الحقيقه يعني هي بتحصل اول دور تمهيدي، وبعدين بعد الدور التمهيدي بيحصل تصفيات، وبعدين بيحصل الدور النهائي. فيعني انا كسامح يعني افضل ان الدور التمهيدي ده يعني يكونش ليه دور، يكون ليه دور الانديه، تتقسم الانديه لنصين وكل الانديه تلعب، والاخر اللي يوصل من الانديه يتعمل بقى اللي هي ادوار قبل النهائي والادوار النهائي. تمام. ده بالنسبه للمسابقات،
لما خسرنا افريقيا او خسرنا التاهل للاولمبياد اسره الكره الطايره، جانب بيقول المديرين الفنيين هم السبب، جانب بيقول اللعيبه. بس اللي بيقول الجانب اللي هو المديرين الفنيين بيقول لك اصل اللعيبه دي حققت قبل كده. راي دكتور سامح حمدي بصراحه شديده. انا بصراحه يعني انا متابع وكل حاجه أكيد. وكل حاجه، بس انا بصراحه شديده اللي انا عارفه ان ما جاش الراجل المناسب في المكان المناسب. سواء اداريين، سواء مدربين، سواء، وده احد اسباب فشل المنظومه بتاعتنا، لان احنا فعلا عمر كره الطايره ما كانت بالطريقه دي. عجبني جدا حضرتك حاطط ايدك على الجرح، يعني واصل يعني اختيارات خاطئه، مش عايز اقول فيها حب لحد وكره لحد، لا انا عايز اقول ان الاختيارات ما كانتش في يعني مناسبه. بدليل يعني احنا عايزين دايما باستمرار لما يعني حد يمسك مكان معين وخصوصا عام زي الاتحاد لازم يلغي من دماغه اي انتماءات. يعني لازم يكون هو رايح للكره الطايره المصريه، مش رايح لاحمر اهلي ولا ابيض زمالك ولا اصفر اسماعيل، يعني قصدي ايه ولا أي ما يكونش له انتماء لاي فانيلا. انا النهارده اهلي، لكن عمري ما هيكون انتمائي للاهلي في الاتحاد. انا الاتحاد انتمائي للكره الطايره المصريه اللي هي اللوائح والقوانين اللي هتتحط بصرف النظر عن انتماءاتي انا الشخصيه. فده الحاجه الوحيده اللي ممكن توصل اي لعبه للمستوى اللي انت عايزه، لانك انت هتختار صح، هتختار العناصر اللعبه صح كلها بالكامل، ما هيكونش ليك اي توجهات معينه. والحمد لله انا ما يعني معلش عيب ان انا اقول كده، ما حدش هيقدر يديني توجهات لاي حاجه. انا متاكد من هذا ومتاكدين في الدكتور سامح حمدي، عشان كده برضو ثقه مصر اتحطت في الدكتور سامح حمدي في هذه الفتره. الحمد لله. الحمد لله. مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري؟ دي لها ظروف ودي لها ظروف. المديرين يعني الفنيين المصريين بكلم حاجه بصراحه برضو، بتكلم معاهم كلهم اصحابي، نفسهم ياخدوا فرصه، يعني بيقولوا احنا نقدر نعمل ده، بالذات في اخفاق الاخير مع مدير الفنيين الاجانب. لكن الدكتور سامح حمدي النهارده هو بيختار لمصر في المرحله اللي جايه، مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري، وايه بالظبط؟ لا انا مش هقدر اختار لسبب ان احنا الفتره بتاعتنا ما فيهاش اي نشاط للفريق الاول المنتخب خالص لغايه 12/2020 اول بطوله للمنتخب المصري. فبالتالي انا مش مطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب مدرب منتخب مصر ولا اجيب مصري ولا اجيب مدرب اجنبي، لسبب بسيط ان انا مش هينتظموا في معسكرات، مش هينتظموا في حاجه. فبالتالي الدور ده المنوط بيه هتبقى ان شاء الله اللي هي مجلس الاداره اللي هينتخب جديد. اللي هينتخب جديد مش مجلس الاداره بقياده الدكتور سامح حمدي هينزل الانتخابات، عشان بس نوضحها للناس. لا اصل حضرتك شرط من شروط اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد هي ان احنا كلنا مضينا اقرار بان احنا لن يحق لنا نزول الانتخابات القادمه. الملف في 9 شهور في لوائح، لكن بالزبط. اكيد بنحضر للسيزون الجديد اكيد. فالدكتور سامح حمدي شايف الملفات دي عنده ملفات شائكه ايه بالظبط في الاتحاد المصري، غير ملف اللي هو اعاده الهيكله مره اخرى او التخطيط او الدراسه لمشروع بتاع اللائحه، يعني تصور اللائحه. انا هقول لحضرتك تصوري يعني. انا تصوري مبدئيا ان اتحاد الكره الطايره ده قائم على لجنتين مهمين جدا. كويس. لجنه المسابقات ولجنه الحكام. تمام. لجنه المسابقات مش هيبقى فيه مسابقات، مش هيبقى حكام مين هيحكم فيها، دول مهمين جدا. دول بعد كده طبعا كويس، دول مهمين جدا لازم هيدرسوا كويس قوي، وان شاء الله باذن الله هنقدر يعني نشوف ايه الاخطاء وايه العيوب اللي ممكن نتلافاها. وبعد كده بقى بيجي حضرتك يعني اللجان، اللجنه الفنيه ولجنه الانتخابات، ويعني اللجان اللي هي معموله في الاتحاد دي ان شاء الله يعني هيعيد تقييمها مره اخرى. ده انا توجهاتي يعني ان انا اعيد وجهه النظر في اللجان اللي موجوده في الاتحاد وتكويناتها. بالتالي ده هينعكس على كل المنتخبات، لان انا عندي دلوقتي ارتباطات، 6 ارتباطات بالظبط. كويس. 4 منهم شباب وشابات. كويس. بطوله افريقيا. منهم بطوله عندنا هنا في مصر. هايل. شهر 10 الشباب عندنا هيلعبوا في شهر 10 هنا في مصر. كويس. اما الشابات الاثنين والشباب تحت السن ال 18 اعتقد او 17 مش فاكر السنه بالظبط. هيلعبوا في افريقيا، دول افريقيه. وعندي بطولتين شاطئيه. انا حاليا دلوقتي سافرت احدى البعثتين اللي هي السيدات.
ليه؟ دول بيعملوا تصفيات وصول الاولمبياد طوكيو. تمام. وبالتالي دول عندهم تصفيه اولى وتصفيه ثانيه. التصفيه الاولى دي ربنا يوفقهم ان شاء الله المره دي، هم سافروا خلاص اوغندا. والتصفيه الثانيه اعتقد في شهر 7 أو 6 مش فاكر بالظبط يعني. تمام. وبرضه الرجال عندهم اخر الشهر ده برضه تصفيه، وبعدين برضه تصفيه ثانيه دول علشان اولمبياد طوكيو، يدخلوا اولمبياد طوكيو. نامل ان ربنا يكرمنا ويعني يدخلوا، بس هم السيدات نتائجهم احسن من الرجال في الشاطئيه. يعني السيدات قريبين دكتور محمد شاهين، السيدات قريبين ان هم يوصلوا لطوكيو 2020 باذن الله. لكن الست بطولات دول هيكونوا في تاريخ دكتور سامح حمدي، هيتكتبوا في التاريخ. فكل الناس مستنيه ايه المرحله في 6 شهور دول عشان نقدر نوصل بالبطولات دي الى مكاسب هذه البطولات. بالظبط. دي نقطه مهمه جدا لسبب بسيط قوي. احنا ان شاء الله كمجلس اداره هنتابع الست منتخبات اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول. حيل. منتخب الهيكل بتاعهم كله كويس، سواء اداري او فني او تدريبي او وهنوفر لهم كل الامكانيات اللي هي بيها نقدر نكسب البطولات دي. وبالتالي يبقى لازم الاختيارات تتعادل الاختيارات. لابد من اعاده الاختيارات الاجهزه بتاعه المنتخبات دي. لان انا داخل على اجهزه اوكي موجوده، فيبقى انا هعيد تقييمهم. طبعا الناجح فيهم او اللي موجود فيهم او الكفاءه اللي موجود فيهم محدش هيقرب منه خالص. لكن انا عندي كفاءات بره الخيارات دي. فلازم تدخل. والكفاءات دي لها نتائج سابقه. فلازم تدخل. بس معلش يعني اللجنه المؤقته مش هيبقى دورها النقطه دي، هيبقى دورها المدير الفني للاتحاد. المدير الفني للاتحاد هيبقى هو المسؤول عن اختيار المدربين واختيار اللاعبين برضو الموجودين على التصفيات يعني وحاجات زي كده. فبالتالي احنا مهمتنا ندفع ونساعد اي خيارات واي حاجات صح تتحط صح، وبعيدا عن اي انتماءات واي سوري يعني معلش اي وسطات. عجبني جدا الكلمه حضرتك قلتها، اختصاصات. حضرتك طبعا مع تدي اختصاصات للناس، مفيش كلام، وتتابع كمجلس اداره. في مجالس اداره دايما بيحبوا يحطوا ايديهم تحت. مع مجلس اداره مع حضرتك هيدي اختصاصات ويسيب ويحاسب بعد كده. عايز اقول لحضرتك برضو مجلس اداره عندنا يعني عشان برضو الناس تفهم، عايزين نعرفها دكتور كله قوي. هم في الباشمهندس ايمن غزلان كويس من النادي الاهلي كويس، الدكتوره ناديه رشوان. مش عايزين بقى نوادي، عايزين بقى لا هقول لك ليه، لان الدكتوره ناديه رشوان عامل مؤثر جدا. لان هي قيمه علميه، هي لعبة منتخب مصر، هي مدربة منتخب مصر سيدات، هي معاها دكتوراه في الفولي، وهي أستاذة في كلية التربية الرياضية اسكندرية. فدي يعني هتبقى الاختصاص العلمي بتاعها هو اللي هيفيدنا يعني جامد يعني. وبعدين معانا سامي إبراهيم برضو بيعمل دكتوراه في الفولي، وعندنا إيهاب عزمي من الزمالك، وهو شخصية يعني ما شاء الله كان في منطقة الجيزة قبل كده، وليه إنجازات وليه فكر عالي جدا. واخيرا المستشار احمد البنا، وانا بصراحه شرفت بتعرفي عليه، لان فعلا الناس دي قيمه وافكارها ما شاء الله يعني، والحمد لله ان احنا مجموعه متعالفه. ده مهم جدا في المرحله دي عشان مصلحه بالزبط. مصر في كره الطايره. بالظبط. حضرتك اتكيت معايا على الدكتوره ناديه والعلم. ايوه. دخول العلم داخل المجال الرياضي ده شيء مهم، ان احنا نمشي بالعلم، نمشي بالقصه دي، ولا ان احنا الناس الفنيين بيقولوا لا احنا اللي فاهمين واحنا اللي عارفين. دخول العلم داخل الكره الطايره شيء مهم في المرحله اللي جايه مع حضرتك. ده مش مهم، ده اساسي. ده اساسي دخول الرياضه في مصر عشان تتطور لازم تدخل بالعلم. كويس. بس انا عايز اقول حاجه. اتفضل. العلم مع الخبره. لان في ناس عندها علم لكن ما عندهاش خبرات رياضيه. مظبوط. في ناس عندها علم ما عندهاش يعني الدكتوره نادي عندها خبرات رياضيه وخبرات علميه. يبقى دي 100% هتنتج في المجال بتاعها. ده القصد يعني من الخبرات العلمية. والأهم من كده بقى الشخصيات اللي هي تقدر تكون مؤثرة، اللي عندها فكر إداري عالي، بحيث إن هي يعني زي ما بيقولوا يدوا العيش لخبازه، ما يتدخلش فيه ما لا يعنيه. يعني في مجلس إدارة، أنا كنت لسه هكلمك على مجلس إدارة. مجلس إدارة ده وظيفته إيه؟ إحنا أعضاء مجلس إدارة، بنجتمع بنطلع قرارات، المدير التنفيذي بينفذ هذه القرارات. كويس. مجلس الإدارة ملوش دعوة إنه يدخل يحاسب حد أو يكلم حد أو يعمل حد، لا، مجلس الإدارة بيبحث قرارات
والقرارات دي عشان تتنفذ لازم يتابعها. فيبقى دي كل واحد في اختصاص له، ما يبقاش بقى على المشاع، يبقى كل واحد له اختصاص معين وكل واحد بيقوم دور معين. عشان الدور ده ينجح يبقى لازم تديله الاثوريتي ان هو يقول افكاره والمجلس يوافق على الافكار دي ونبدا في تنفيذ. حاجه جميله جدا حضرتك بتقوله، بس دايما احنا في مصر بصراحه شديده يا دكتور، انت عارف انا اخوك الصغير فبكلمك بصراحه شديده. اهل الثقه دايما هم اللي بيكونوا متواجدين، بس حضرتك النهارده اضفت حاجه جديده ان احنا بالعلم بنخطط الموضوع. هل اهل الثقه بس ولا دول هيكونوا موجودين، ولا الخبره و و و هيكونوا موجودين؟ عشان نطمن الناس برضو، الناس برضو اكيد نفسهم يعرفوا منك حاجه. انا هطمنك يا كابتن خالد، يعني كلمه اهل الثقه دي ملهاش وجود في مجلسنا. اشكرك. يعني النهارده مجلسنا بيبحث ازاي يعمل لائحه قويه عشان تنتج مجلس اداره قوي يدير، وكمان مجلسنا ليه دور قوي جدا في ازاله الصراعات القائمه. انا مش عايز يكون اولاد الكره الطايره او اولاد اللعبه في صراعات. ليه؟ احنا مجلس عيب تحل مره فاهم، يجي لجنه معينه تعمل انتخابات، يجي مجلس يتحل تاني، بعدين اواضي والشبكات. ليه؟ ده كل ده اسباب فشل، ده كل ده اسباب فشل الكره الطايره في مصر. يعني مش اسباب اداريه ولا اسباب فنيه، لا. احنا عندنا الفنيين على اعلى مستوى وعندنا الاداره على اعلى مستوى، لكن للاسف الصراعات هي اللي بتخلي الناس دي تروح في سكه تانية غير السكه اللي هي توديهم للبطولات العالميه وتوديهم ترفع من مستواهم وتودينا يعني مستوى الحب من العيله الواحده عشان تبقى الكره الطايره لها مكانه عالميه. بصراحه شديده يعني نتائج الكره الطايره هنتكلم عليها في الاوقات اللي فات، لكن دكتور سامح حمدي هيقعد كل المتصارعين على ترابيزه واحده؟ اتمنى ذلك، وده اللي انا بفكر فيه. عايزك بس مش كلمه دكتور، ما انا هقول لحضرتك حاجه، المتصارعين دول قامات وعندهم خبرات عاليه. مش قصدي كلمه، لكن قصدي كلمه، اكيد هم قامات في الكره الطايره، لكن هم في سوء فهم بينهم بين الاطراف المعنيه مثلا. ما انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. دورهم مش هيبقى تنفيذي. كويس. دورهم هيبقى استشاري. يعني يعني نقدر نقول مبدئيا كده، بس ده الكلام ده يعني ما اتعملش. يعني يكون القامات دول يتجمعوا في لجنه مثلا او في اجتماع او في حاجات زي كده، كل واحد يقول اراءه وازاي التطور وازاي الحاجات دي، ونشيل الصراعات اللي بينهم. يعني حاجه جميله قوي انهم يقعدوا مع بعض، ده انا نفسي انهم يقعدوا مع بعض. تقول لهم يعني يا دكتور بصراحه هم كده سامعينك، تقول لهم كلمه لاي حد، اكيد الكلمه حاجه تقولها هتوصل لكل واحد في مكانه. قال لهم يا جماعه اتقوا ربنا في لعبه الكره الطايره، بمعنى ان كلنا نبص هدف واحد، هو هدف الكره الطايره، ما نبصش لسين وصاد وجيم وعين، نبص لعبه الكره الطايره، ما نبصش ده عمل ايه وده ما عملش ايه، لان دي حسابات خارج اللعبه، الحسابات دي هي اللي ضيعت اللعبه، فاحنا عايزين نطلع باللعبه. هنطلع باللعبه ازاي؟ ننسى الحسابات دي ونبقى ايد واحده كلنا، وكل واحد يقول راي، وفي الاخر خالص الاراء دي كلها هتنصب في مجلس اداره، ومجلس اداره بعد كده هياخد بالراي السليم او الراي الصح اللي هو شايفه علشان نقدر نطبقه وننفذه. ونستعين برضو بالناس دي كاستشاريين كخبراء لعبه، لان انا لا ما اقدرش انكر صفتهم كخبرات، ولا اقدر انكر صفتهم كلاعيبه دوليين وكيعني قامات كبيره، رموز من رموز الكره الطايره. ازاي الواحد يعني يبعد عن رموز كره طايره؟ ما ينفعش. من وجهه نظري يعني اكيد مش لازم اقول الوجهه، لكن دي حقيقه، دكتور سامح بيطلب من كل الاطراف لكره الطايره الالتفاف حوالين مجلس الاداره، وفي نفس الوقت وجودهم وارائهم شيء مهم جدا في المرحله اللي جايه تفيد الكره الطايره المصريه، وليس تفيد الشخص على كرسي هو بيقعد عليه. دكتور كنا وصلنا لنقطه ان مصر وصلت لمراكز كبيره في بطولات العالم، شباب وصلوا الرابع العالم لسه قريبا، بس ما بنكملش. من وجهه نظر حضرتك الخطوه اللي هي نكمل فيها ازاي؟ نوصل ازاي نبقى زي كره اليد اللي بتوصل على منصات التتويج برونزيه وبيكسبوا كاسات العالم؟ كره الطايره كانت قريبه جدا. ايه المرحله الاخيره حضرتك شايفها من وجهه نظرك؟ هي المرحله الاخيره زي ما قلت لحضرتك، اللوائح لازم تتغير، لان ما اكذبش عليك عشان نكون واضحين، يعني اللوائح دي اتحطت لاغراض شخصيه من الاخر،
واسماء معينه علشان يعني ده يبعد ده وده يقرب من يدخل ده وده يبعد عن الانتخابات ده، يعني كلام يعني سوري يعني ما صراع كراسي يعني ما ينفعش. عشان كده انا بقول لك لازم الناس كلها تتلم تبقى اسره واحده وتبقى موجوده. الفرقه اللي هي خدت رابع عالم دي لازم نهتم بيها كويس قوي ونشوف ايه السبل اللي هي نحافظ بيها على الجيل ده وبحيث ان الجيل ده ان شاء الله يدينا نتائج كويسه. لسبب بسيط قوي، طول ما الجيل ده موجود مع الجيل الكبير، الجيل الكبير مش هيديله فرصه. فيبقى لازم احنا نبص للجيل ده ايه الاسلوب اللي وصلنا بيه نستلم من بعضي بيه يحصل عمليه احلال. وحاله الاحلال دي لازم تتم، لان انت عارف دايما القديم بيبقى برضه في صراعات مع طبعًا اللي جاي جديد طبعا. فدي في كل الاعلام اللي في العالم كله دي حقيقه. فاحنا قدر استطاعتنا هنحاول يعني نخلي الاسلوب ما بين الشباب اللي هو رابع عالم ده والاسلوب ما بين القدام انه ياخد خبرات القدام ويوصلوا ان شاء الله لمراتب احسن واقوى من الكلام ده. احنا كنا في 2004 زي ما قلت لحضرتك، انا كنت في 2004 كنا واخدين الماريه، كان المنظومه كلها ما كانش فيها صراعات. الماريه دي البحر المتوسط، بس هو يعرفها البحر المتوسط. بطوله مهمه جدا في تاريخ الكره الطايره يا دكتور. نعم يا فندم، كانت بطوله مهمه في تاريخ الكره الطايره. طبعا طبعا طبعا، يعني مكسب بطوله بحر عالميه يعني كسبنا اسبانيا في اسبانيا بالظبط. والحمد لله كنا كاسبين كل بطولات افريقيا يعني. فيا ريت نرجع للعهد ده ويكون كل الناس ملتفه حوالين هدف واحد بس، هو الكره الطايره المصريه. الكره الطايره المصريه ده شيء مهم جدا، لكن في نقطة مهمة جدا. أنا من وجهة نظري شايف إن في لعيبة أجانب متواجدة في الدوري المصري. مع اللعيب الأجنبي يا دكتور ولا مش مع اللعيب الأجنبي؟ بصراحة شديدة. معاه في فترات معينة. لأن اللعيب الأجنبي برضه ممكن يكون أحد أسباب ارتفاع اللعبة. المنافسة هتبقى شديدة بين اللاعب الأجنبي واللاعب المصري. ولكن أنا عايز أقول حاجة ويعني دي حقيقة. إحنا في مصر فشلنا نجيب لعيبة أجانب على المستوى العالمي. وليه ده؟ لأن ده كان دايما باستمرار مربوط بإيه؟ بالعائد المادي اللي هو هيجي بيه اللاعب الأجنبي. كويس. أنا شفت يمكن حضرتك شفتها البطولة العربية الأخيرة. اللعيبة الأجانب اللي جت مع الفرقة العربية على مستوى عالي جدا. بتكسبهم. جدا. جدا. يعني مين يعني الأهلي البحريني طلع مع الأهلي المصري 3-2. وكاد يكون ان الاهلي البحريني يكسب، لكن خبرات الحمد لله خبرات الاهلي المصري احمد صلاح وعبد الله ومش عايز اقول اسماء عشان لا خالص بالعكس. فكانوا الحقيقه عامل مؤثر ان احنا نكسب الشوط الخامس بفرق كويس، بفرق كبير. وده بقى فرق الخبره. تمام. لكن زي ما بقول لك كده اللعيب الاجنبي ممكن يشد فرقه كويس قوي، لكن دي تبقى فترات معينه لغايه لما احس ان اللعيبة المصرية خلاص بقى مستواهم عالي وبالتالي يقدر يؤدي زي اللعيب الأجنبي. زي اللعيب الأجنبي، بس دايما يا دكتور برضو بتفرج على الفرق المصرية مركز أربعة. طب ما طول ما اللعيب الأجنبي هيجي في مركز أربعة ما عندناش لعيب داش هيطلع. أنت ليه بقى بتجيب اللعيب في مركز أربعة؟ بالظبط. لأنك أنت عندك أصلا مركز أربعة مستوى ضعيف بأمانة. كويس. خلينا نتكلم بأمانة. مركز أربعة في مصر أحد اسباب خسارتنا واحد اسباب كمان يعني ان الفرق المصريه ما بتعلاش. مركز الرعده مهم جدا جدا جدا، يعني يمكن حضرتك طبعا شفت وعشرت حمدي الصافي مثلا. طبعا كابتن حمدي احد اسباب انتصاراتنا. يعني حمدي الصافي ده جيل كامل كان يعني ما شاء الله يعني الصافي يعني فمركز اربعه ده احنا في ذهننا في ذهن اللجنه المؤقته ازاي ننمو بمركز اربعه ده واللعيبه بتاعته تكون ايه. مركز اربعه يعني للاسف مهاراته بتبقى اعلى من اي مهارات تانية. هو اقوى لعيب في الملعب طبعا، لانه مهاراته ضارب، مهاراته بلوك، مهاراته استقبال، بيعمل يعني كل حاجه. ثلاث مهارات بيعمل كل حاجه، بيعمل كل حاجه. وجود الاهلي والزمالك في فاينل البطوله العربيه يدينا اطمئنان للمرحله اللي جايه. راي حضرتك ايه؟ الى حد ما الى حد ما ما اقدرش اجزم بكده، لان احنا عايزين شغل كتير قوي يا كابتن خالد في ازاي نخلق مركز اربعه، لعيبه في مركز اربعه. ودي سهله على فكره، مش صعبه. دي سهله، يعني اكتشاف الخامات ومدربين على مستوى عالي يقدروا ينموا مهاره لاعب رقم اربعه موجوده في مصر. موجوده في مصر، ولا اخفى عليك يعني احنا عندنا مثلا كابتن ابراهيم فخر الدين خد لعيب من صفر. حضرتك بتتكلم عن عبه
بتتكلم على قامه في الكره الطايره كبيره جدا. طبعا كابتن روبن فرديه خد لعيب يعني لعيب عبد الحليم عبو ده يعني مش عايز اقول لك يعني ما كانش يلعب فولي في سنه الثانيه كان احسن لعيب في مصر ما شاء الله. فيبقى موضوع ان احنا عندنا مدربين وغير ابراهيم عندنا غير الكابتن ابراهيم عندنا ناس تقدر تصنع لعيبه بس ياخدوا في راسهم ومعلش يعني ينتبهوا لحته مهمه قوي انه ازاي يصنع لعيب مش ازاي يكسب مش ازاي يكسب بفرقته لا انا عندي لو احنا نصنع لعيبه جانب ان انا بقى اكسب بالفرق يبقى دي حاجه ممتازه اقدر اوصل بقى للعالميه فيها لكن انا طول عمري بكسب بلعب باللي بكسب بيه عمري ما هقول لحضرتك على حاجه انا كنادي مش بتكلم عن النادي الاهلي لكن انا هتكلم انا كمدير فني نادي مش هبص انا هعمل لعيب انا هبص للمكسب بتاعي عشان قبض الشهر وعشان مكسب مكافئات وعلشان ممكن تعمل مثلا دوره للناس تثقفهم وتقول يا جماعه احنا محتاجين في مصر نعمل 1 2 3 4 طبعا ممكن تعمل ده. خالد الاهم من كده انت بتختار من اول الناشئ يعني ايه اول الناشئ انت النهارده لو مدرب جه ما بيعرفش يعلم مهارات وماسك ناشئ عمرك ما هتطلع لعيب فوق يعني هي الف ب النهارده الولد بيتعلم غلط طب هيوصل ازاي هيلعب ازاي واحد المقاييس بتاعت اللعيبه الصغيرين دي مهمه جدا الناشئ دي حقيقة. ليه لانك انت الحمد لله النهارده العلم اداك مثلا لعيب مثلا عنده 12 سنه طوله مثلا 140 130 120 لما يوصل 16 هيبقى طوله كام وبعدين لغايه سن 20 هيوصل طوله كام؟ دي حقيقة. يعني انت عارف لعبتنا بتعتمد على الاطوال طبعا جنب المهارات يبقى لازم جنب المهارات لازم الاطوال مهمه جدا ما يبقاش انا عندي لعيب قصير وبديله مهارات ومهارته اعلى من لعيب كبير اديله فرصته اكتر من لعيب الطويل لا لسبب احسبها كده يا خالد انت عندك في الهاندبول طبعا المثال ده واضح طبعا هات لي كم لعيب من بيطلع من الناشئين اللي هو تحت 16 ولا 14 ولا 15 للفريق الاول كام لعيب قليل يعني مفيش انت بواحد واثنين لو طلعوا تبقى انت بطل دي حقيقة لو طلع اثنين ثلاثة ليه لان اللعيب اللي بيوصل المنتخب سوري الفريق الاول مثلا بيبقى عنده مثلا 19 20 سنه 21 سنه بيقعد ماسك فيها لغايه 28 سنه 30 سنه بنفس العظيم انا كنت قاعد مكاني بصعب لازم يحصل فيه عمليات احلال هتيجي ازاي لو انت اخترت اللعيبه الناشئه كويس ومشيت معاهم كويس هيوصل مستوى كويس هيلعب درجه اولى سن صغير اكيد دي حاجه كويسه جدا اعتقد اتكلمنا في حاجات كتيره لكن عايز اخرج من الكره الطايره بس هي برضه سؤال جوه الكره يعني خلاص خلينا ان حضرتك رئيس لجنه مؤقته نتمنى لك التوفيق لكن اكيد في ذكريات في حياه دكتور سامح حمدي عايزين نتكلم عليها في اخر الحلقه خلاص احنا اتكلمنا على الكره الطايره في المجمل العام لكن اكيد عندك بطولات او ذكريات جوه الكره الطايره نحب نتكلم فيها دكتور بالظبط انا في دلوقتي بعيد عن انتماءات يا جماعه يعني بعيد دلوقتي احنا خلاص الاتحاد خلصناه بعيد عن اي انتماء دلوقتي بنتكلم دكتور سامح حمدي اللي هو برده ليه ذكريات كبيره داخل الكره الطايره اكيد لازم نسمعها منه اتفضل يا دكتور 2009 و10 لما مسكت رئيس جهاز الكره الطايره في النادي الاهلي كان موسم غير عادي يعني كسبنا دوري وكاس وعربيه وافريقيه وروحنا كاس عالم بس في الحاجات اثناء الحاجات دي صادفتنا عقبات كتيره يعني الذكرى اللي لازم اقولها احنا كنا عاملين معسكر في بيلاروسيا وعشان توصل بيلاروسيا ما كانش فيه اي طيران ليها فكنت لازم توصل بالطيران لتركيا ومن تركيا تروح بيلاروسيا كويس قعدنا في تركيا 9 ساعات ترانزيت 9 ساعات ده كان عذاب ورحنا بيلاروسيا الحمد لله كان من انجح المعسكرات اللي شفتها في حياتي بس طبعا جات لنا مفاجاه من المفاجات اللي على الطراز الا وهي السحابه السوداء لو كنت سمعت عنها طبعا اتقفلت مطارات اوروبا وقبل البطوله بتاعتنا بيومين 3 ايام اتقفلت المطارات خلاص فبالتالي انت مش خارج من بيلاروسيا انت قاعد تفضلوا قاعدين هناك محبوس هتلعبوا هناك في بيلاروسيا بطوله افريقيه خلاص خلاص احنا قلنا مش هنروح لدرجه ان احنا انا اخر يومين اتكلمت مع مجلس اداره النادي طبعا الكابتن حسن والكابتن خطيب قلت لهم يا جماعه احنا ازاي هنرجع مصر مش ازاي احنا عايزين نرجع بس فقلت لهم هو في حل يعني ان في طياره بتطلع من بيلاروسيا لاوكرانيا ومن اوكرانيا نقدر نيجي مصر ده كان احد الحلول اللي كانت في دماغنا انا اروح مصر ازاي لكن انا ما سبتش الموضوع كده انا كنت بتابع مع شركه الطيران التركيه في مصر وشركه الطيران التركيه في بيلاروسيا وفي بيلاروسيا نفسها ومع تونس
لان كنت لازم احضر الاجتماع الفني طبعا قبل البطوله بيومين طبعا. فطبعا الكلام ده كان باستمرار تليفونات يوميه مع طيران تركي وطيران تركي. طيران تركي في مصر وعدني ان اول طياره هتطلع تركيا من بيلاروسيا هتكون عليها الفريق المصري لتركيا ومنها لتونس. ويعني لحد ما بدات الحده تهدى شويه فبدانا نغير التكتيك بتاع التدريب. انت النهارده بتدي حمل عالي وبعدين بتنزل بيه وبعدين بقى حمل طيارات. فالحقيقه كابتن ابراهيم بدا يغير الحمل بتاع التدريب وربنا كرمنا ان اعلنونا ان في طياره هتطلع قبل البطوله بيومين. قبل البطوله بيومين يعني اوصل تونس قبل البطوله بيوم. حلو جدا، احسن ما كنتش رحت يا دكتور. بس اللي خدمنا في الموضوع ده ان هويدا موندي اللي هي يعني سكرتير الاتحاد الافريقي المصري اللي بتعمل القرعه والاجتماع الفني دينام. حضرتنا طبعا دينام. طبعا هويدا دي من يعني قمم الكره الطايره الافريقيه يعني والعالميه هي في حد ذاته. حضرتنا اللجنه الفنيه وقالت ان هم عندهم تاخير في الطيران لكن هم هيلعبوا البطوله ما شاء الله. الكلام ده كان قبل ما يفتح المطار وقبل ما يفتح الطيران قبل اي حاجه بالظبط. فالحمد لله لحقنا الطيران وصادفتنا برضو مشكله في المطار لان احنا ما رحنا كان في احد موظفين الطيران التركي قال لا يا جماعه ده احنا هناخد بالدور الناس اللي متاخره الاول. قلت له لا احنا اسمنا اسمنا موجوده عندك من مصر على الطياره دي. والحمد لله استجابوا وطلعنا اول ناس فعلا اول ناس طلعنا وطلعنا اول بطوله كمان الحمد لله. ربنا كرمنا الحمد لله كرم كبير. الحمد لله رحنا ما حضرناش طبعا الاجتماع الفني. رحنا يوميها قبل البطوله بيوم بالليل يا دوب نمنا. تاني يوم الصبح ابراهيم سخن لهم في سخن في الفندق في الفندق في الممر. نزلنا الملعب مع مين بقى؟ النجم الساحلي اللي هو احد ابطال تونس أكيد. في ملعبه اكيد. الحمد لله كسبناهم 3-0 والحمد لله البطوله دي كانت على اعلى مستوى وكسبنا البطوله. كسبنا الزمالك و 3-1 وكسبنا الصفاقسي في صفاقس. اتنقلنا من سوسه بلد لبلد علشان يعمل النهائي هناك عشان صفاقس بلد. ربنا كرمنا الحمد لله ربنا كرمنا. وكانت برضو مفاجاه ان احنا واحنا راجعين من مصر انا كنا تعبانين جدا من تونس لازم تنزل تركيا ومن تركيا تنزل القاهره على مصر تاني فاحنا جايين كنا استوينا يعني طبعا. ففوجئنا بالكابتن الخطيب قاعد في اخر الممر على كرسي ومستنينا وقعدنا الحمد لله. كان يعني دي ذكرى من الذكريات الجميلة فعلا ما انساهاش. دكتور سامح اكيد دورتني وشرفتني. قبل ما اختم الحلقه عايز حضرتك توجه كلمه لاعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره الطايره تقول لهم ايه؟ انا ارجو من الجمعيه العموميه للكره الطايره انها تبص لمصلحه لعبه ما تبصش لاشخاص ولا اسماء وتتقي ربنا في اختياراتها لان دي امانه. دي امانه ربنا اداها لها. ليه؟ تشوف مين الاصلح وكمان ما تحطش يعني الناس اللي متصارعه مع بعض لسبب بسيط قوي ما هيفشل الاتحاد. احنا عايزين مجموعه متناسقه تبدا تخطط للاتحاد علشان نعلى بمستوى اللعبه تاني من جديد. وان شاء الله ارجو منهم ان انا عندي ثقه بالجامعه العموميه انها ان شاء الله هتختار الانسب بعد ما نحط اللائحه الانسب للانتخابات. دكتور سامح نورتني وشرفتني ودايما نتمنى لك باذن الله التوفيق والنجاح في المرحله الصعبه مع اتحاد الكره الطايره. شكر كابتن خالد على الحلقه دي وشكرا لكم ان شاء الله. في اخر حلقه بنتمنى اكيد الاستقرار للكره الطايره ونتمنى عوده النتائج سريعا والانتصارات للكره الطايره المصريه. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء يوم الاثنين يوم الاربعاء الجاي من 7 ل 8:30 والعاب الصلاه.